حصاد الجنوب، أهلا بكم. ترأس رئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية اليوم اجتماعا لقادة الأحزمة الأمنية بالعاصمة عدن ومحافظتي أبيان ولحج. واستمع الرئيس الزبيدي من قادة الأحزمة إلى شرح مفصل عن الحالة الأمنية كل في نطاقه الجغرافي والخطط الأمنية الجاري تنفيذها للحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة. وشدد الرئيس القائد على أهمية رفع اليقظة الأمنية وتعزيز التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية بكل الجهود المتاحة لفرض هيبة الدولة ومواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار الوطن الجنوبي. وفي السياق، استقبل الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي اليوم اللواء فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة وعددا من القيادات العسكرية بالمنطقة الرابعة. واطلع الرئيس القائد من اللواء حسن على مستجدات الوضع العسكري في محور العند وجبهات كرش وخرز وتور الباحة وباب المندب وجاهزية واحتياجات القوات المرابطة في مسارح العمليات القتالية. ترأس الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم اجتماعا استثنائيا للهيئة التنفيذية للقيادة المحلية لانتقالي حضرموت. وكرس الاجتماع لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية والعسكرية في عموم مديريات محافظة حضرموت في ظل التحركات المشبوهة للميليشيات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين وتحشيدها المستمر في مناطق الوادي. وشدد الرئيس الزبيدي على أهمية مضاعفة الجهود والارتقاء بالقدرات التنظيمية بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة في المنطقة وبما يحقق الهدف الذي تأسس من أجله المجلس الانتقالي الجنوبي، داعيا قيادة المجلس في المحافظة إلى الالتحام بالجماهير والاقتراب من معاناتهم. التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الثلاثاء محافظ محافظة أبيان اللواء أبو بكر حسين سالم. واستمع رئيس القائد من محافظ أبيان إلى شرح واف عن الوضع العام في المحافظة والصعوبات التي تواجه عمل السلطة المحلية في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين. كما اطلع الرئيس الزبيدي من اللواء أبو بكر حسين إلى شرح مفصل عن الحالة الأمنية في المحافظة والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية، مشددا الرئيس الزبيدي على أهمية مضاعفة الجهود وتنسيق العمل بين جميع القطاعات للتخفيف من معاناة أبناء أبيان الذين تحملوا الكثير خلال الفترة الماضية. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.